تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. اللهم يا رب يا كريم، تقبل منا صيام رمضان، وتقبل منا قيام لياليه، وتقبل منا تلاوة القرآن، واجعلنا من عبادك الأبرار الأخيار. حديثنا الليلة أيها الأحبة الكرام، نتعرف عن فقه أحكام الصيام، وخصوصا عن أهل الأعذار الذين يباح لهم الإفطار في رمضان. فالصيام هو مشروع وشرعه رب عز وجل من فوق سبع سماوات على كل المؤمنين والمؤمنات. فقال جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالصيام هو واجب على كل المؤمنين والمؤمنات، لكن هناك من يسمون بأصحاب الأعذار الشرعية الذين لا ينبغي لهم الصيام بل عليهم الإفطار، خوفا على صحتهم وخوفا على مضاعفات قد تصيبهم. فمن هم هؤلاء أصحاب الأعذار الشرعية الذين لا ينبغي لهم الصيام في رمضان، وماذا عليهم من أحكام؟ أول هؤلاء وهم الطفل الصغير الغير البالغ. الطفل الصغير الغير البالغ لا ينبغي له أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث منهم، قال: الصغير حتى يكبر، الصغير حتى يكبر. لأن الصغير لا قدرة له على الصيام، لم يبلغ الحلم بعد، فلا ينبغي له أن يصوم. وكذلك الفتاة، في الغالب الفتاة الصغيرة، ربما العلامة التي يبلغ بها الولد هي 15 سنة، هي أقصاها 15 سنة. هناك من يبلغ على 12 سنة، هناك على 13 سنة، أقصاها 15 سنة، فلابد أن يصوم. وهناك علامات، الولد عنده إما يشعر بتغير في شكله وكذلك في صوته، وقد يدر له شعر في إبطه وفي العانة، وقد يخرج منه ماء من ذكره، فهذا كله علامات البلوغ. فإذا لم يبلغ هذا المرتبة فهو صغير لا يصوم، ولكن إذا بلغها يصوم. والفتاة الصغيرة أيضا علاماتها أيضا أنها يقع لها تغيرات فيزيولوجية، يظهر علامات لها في الصدر، وعندها شعر ومنبت في الإبط وفي العانة، وخروج دم الحيض. قد تكون صغيرة 10 سنوات، 11 سنة. فمن لم يبلغ هذه المرتبة يسمى صغير وهو لا يصوم، لأنه لا قدرة له على الصيام. فإذا صام ربما قد يتأثر وقد يشعر بالألم. لهذا الأولاد الصغار جميل أن نشجعهم على الصيام، إما صيام يوم واحد وإفطار يوم الآخر، أو الصيام المتقطع، لكي نعودهم على الصيام كما نعودهم على الصلاة، لأن الصلاة شرعت في العاشر: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فمن كان صغير هذا لا صيام عليه. كذلك هناك المجنون الذي ذهب عقله
هناك بعض الناس عندهم أمراض عقلية وما عنده قدرة على التفكير المنطقي السليم، هذا يسمى المجنون. هو أيضا هذا لا يصوم، لأن مناط التكليف هو العقل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رفع القلم عن ثلاث، قال من بينهم الصبي حتى يبلغ، وقال أيضا عن المجنون حتى يعقل. أيضا من الناس الذين لا يصومون في رمضان المرأة الحائض. المرأة الحائض لأنها يخرج منها دم، وهذا الدم هو عبارة عن طاقة، وبالتالي تشعر بالضعف وتشعر بعدم القدرة على الصيام وعلى العمل. لهذا فالشارع الحكيم أعفى المرأة الحائض من الصيام رحمة بها حتى تتمكن من مواصلة الحياة الطبيعية. والمرأة قد يكون حيضها في الغالب من 3 أيام إلى 15 يوما، هذا هو الحيض، أقله 3 أيام وأكثره 15 يوما. فالمرأة إذا حاضت قبيل الفجر بلحظة، نوت الصيام لكن قبيل الفجر بلحظة حاضت، فهذه لا تصوم، وجب عليها أنها تفطر وبعد ذلك تقضي. كذلك المرأة إذا كانت ربما صائمة وجاءتها الحائض قبيل المغرب ولو بلحظة واحدة، النهار كله صائمة وبقيت دقائق أو سويعات ثم حاضت، هذه أفطرت، فعليها أن تفطر وتقضي ذلك اليوم. وكذلك هذه المرأة الحائض هناك من يقع لها ربما عند ترتيب تسمى العادة الشهرية، قد تكون ربما هناك من عندها 5 أيام 6 أيام، لكن بسبب اضطرابات نفسية أو تغير في الهرمونات قد يقع لهذه المرأة الحائض نوع من عدم الانتظام. فالعلامة هي أن تجد هذه المرأة دما أسودا نتنا، هذا هو الحيض. أما إذا كان أصفرا أو كان هناك بقايا تراب أو كان هناك بنفسجي أو بني، فكل هذا لا يسمى حيضا. الدم التي هي حيض وبها يبطل الصيام هي السوداء الداكنة ذات الرائحة الكريهة. أيضا من الذين ينبغي لهم الإفطار في رمضان ولا ينبغي أن يصوموا المرأة الحامل، لأن المرأة الحامل تحمل جنينا في بطنها، وهذا الجنين لابد أن يأكل ويشرب. فإذا خافت هذه المرأة على نفسها الحامل عليها أن تفطر وتطعم جنينها من هذا الطعام. وكذلك المرأة المرضع. المرأة المرضع هي ترضع طفلها اللبن من تديها، وهذا اللبن هو مستخلصات طعامها وشرابها طيلة اليوم. فإذا شعرت بأن لبنها قليل وطفلها الصغير الرضيع يحتاج إلى الطعام لها أن تفطر. وهذا من رحمة الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات ورحمة بأهل المشقة. أيضا المرأة النفساء. المرأة النفساء إذا جاءت الدم فإنها هذا الدم نزيف، وهو يؤدي إلى تدهور صحتها، تشعر بالضعف. ربنا عز وجل لا يعطيها الأمر بأن تصوم، بل عليها أن تفطر وتتغذى لتستطيع هذه المرأة أن تؤدي وظيفتها في الأمومة على الوجه المطلوب. وقد تطهر النفساء ولو بيوم، فإذا طهرت بيوم واحد، كان بعض النساء النفساء عندهم بسرعة يقع لهن الطهر ولو بيوم واحد، فعليها أن تغتسل وتصوم. وهناك من يطول عندها الأمر وأقصاه 40 يوما، أقصاه 40 يوم. فلو مرت 40 يوم ولا تزال هذه المرأة فيها نزيف دم، فذلك الدم لا يسمى نفساء، وإنما هو دم عادي، تغتسل وتتوضأ وتصلي وتصوم. أيضا من الذين ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالإفطار في رمضان الشيخ الكبير والمرأة العجوز.
فالإنسان إذا صار كبير السن، إنسان عنده 70 سنة 80 سنة، امرأة أو رجل، فهؤلاء لا يصومون لأن عندهم ضعف وليست لهم قدرة على الصيام، وإنما يفطرون ثم يفدون عن ذلك الأيام. أيضا المريض إذا أصابه مرض وشق عليه فهذا أيضا يفطر، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين، كما قال ابن عباس. المقصود هو أن هؤلاء المرضى إذا كان مرضهم شديد ويشق معه الصوم فإنهم يفطرون. طبعا المرض ينبغي أن يكون مرض مشقة، ليس أن يكون عنده مرض بسيط كمن عنده أذى في الضرس أو وجع في الأصبع. وكذلك من الذين يصومون أو يفطرون في رمضان المسافر مسافة القصر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والسفر العلماء حددوا مسافته حوالي 83 كيلو مترا، فالإنسان له الحق في أن يفطر، لكن إذا أراد أن يصوم وعنده القدرة على الصيام فالصيام أفضل. الصيام كان أفضل لمن عنده القدرة على التحمل، لكن إذا أفطر وهو صائم فلا شيء عليه، طبعا عليه القضاء. فهؤلاء كلهم يسمون من أصحاب الأحذار الشرعية في الصيام، لهم أن يفطروا لأن الإسلام دين يسر، ولأن الله تعالى رفع الحرج على المكلفين. فالصغير الغير البالغ والمجنون الغير العاقل والمرأة الحائض والمرأة المرضع والمرأة الحامل والمرأة النفساء والشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي عنده مرض شاق والمسافر مسافة قصر، كل هؤلاء يفطرون، ولكن ماذا عليهم من أمر؟ عليهم القضاء. هناك من عليه القضاء وهناك من عليه الفدية، وهناك من عليه القضاء والفدية. فبالنسبة للمرأة الحائض عليها القضاء لما ينقضي رمضان وتطهر تغتسل ثم تقضي الأيام التي أفطرت فيها. وكذلك المريض أيضا لما يصح يقضي الأيام التي كانت عليه، لكن إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، مرض ملازم له، مرض دائم، فهذا عليه الفدية، يخرج إطعام مسكين عن كل يوم. وكذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز، هؤلاء لا قضاء عليهم، لا ينتظر أنهم سوف يعودوا إلى الشباب فيصوموا من جديد، وإنما يفدون، والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم. بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع والنفساء فهذه عليه القضاء، وإن زادت المرأة الحامل والمرضع إذا زاد الفدية كان أفضل، خصوصا إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على كليهما معا لها القضاء، لكن إن زادت من باب التطوع الفدية كان أفضل، ولكن إذا اكتفت بالقضاء فلا شيء عليها. والنفساء أيضا عليها القضاء. طبعا المرأة الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، الصلاة لا تقضى. لماذا؟ لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أما الصوم فإنه يكون شهر أياما معدودات في السنة، وكل أيام الأخرى هي فيها إفطار، فله أن يقضي في أيام الإفطار. هناك إشكال لمن أفطر في رمضان من غير عذر، بعض الناس هؤلاء ذكرناهم أفطروا ولكن بعذر، لكن ما حكم من أفطر بغير عذر؟ قد يكون السبب هو أن الإنسان وقع له نوع من الأفكار
الشك في الدين وفي القرآن وفي الوحي، وربما اتخذ له موقفا، فهذا عليه أن يجدد إيمانه. هذا العلماء قالوا ما عليه لا قضاء ولا فدية، إذا أفطر أفطر هكذا بكل إرادته، هذا عليه أن يعالج إيمانه، وعليه أن يصحح عقيدته، وعليه أن يتوب إلى ربه، لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة. فروع الشريعة يخاطب بها المؤمنون، لما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذه يخاطبون بفروع الشريعة، بالصلاة، بالصيام، بالقضايا الأخرى المرتبطة بالدين. أما من عنده شك في الدين أو عنده موقف من التنزيل ولا يصوم، هذا عليه أولا أن يذهب ليصحح إيمانه ويصحح عقيدته، فإذا تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه. هناك من يفطر في رمضان ربما بأشياء أخرى، قد يفطر ربما بأكل أو شرب أو جماع ولكن لا عذر له. هناك من يفطر وليس له عذر شرعي، فما حكمه؟ في السنة النبوية الشريفة ورد عن صحابي جليل أنه أفطر في رمضان بجماع، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا ليس عليه قضاء ولا فدية، وإنما عليه الكفارة. الكفارة أيها الأحبة الكرام تكون لمن أفطر في رمضان عمدا، وهي تكون على الترتيب، ومنهم من قال على التخيير، لكن الراجح أنها على الترتيب. ما هو ترتيبها؟ أولا عتق رقبة مؤمنة، ثانيا صيام شهرين متتابعين، ثالثا إطعام 60 مسكينا. وهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بينما كان سيدنا النبي في المسجد دخل عليه رجل جاء يصيح ويولول ويقول وي ثم وي يا رسول الله هلكت وأهلكت هلكت وأهلكت. هذا الرجل انتهك حرمة رمضان، ولكن جاء وهو نادم، جاء وهو يبكي، جاء ويشتكي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أصابك يا رجل؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. ثم قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فبينما نحن على ذلك أوتي النبي الكريم بعذق فيه ثمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فأخذ هذا الرجل التمر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجده، وقال خذه وأطعم أهلك، بمعنى أنه فعل الذنب وأكل الكفارة. فالحكم الشرعي هنا أيها الأحبة الكرام أن الكفارة على الترتيب هي عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. عتق رقبة لم يبقى عندنا في زماننا هذا، كان في الأزمنة الماضية وممكن أن يعود، لأن النظام المجتمعات يتغير في كل وقت وحين. فالآن ما في هناك عتق رقبة، فالإنسان إذا قدر الله تعالى وأفطر في رمضان فعليه أول عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، متتابعين يعني 60 يوم متتابعة زائد ذلك اليوم الذي أفطر فيه. فإذا لم يجد ذلك، لم يستطع، شق عليه، فله أن يطعم 60 مسكينا، يطعمهم على الأقل ولو 3 تمرات لكل مسكين، أقله 3 تمرات لكل مسكين. وهذا هذه الكفارة هي في الحديث جاءت خاصة بمن أفطر بالجماع، لكن بعض العلماء قالوا ومن أفطر بأكل
أو شرب قالوا يلحق بالجماع، ممن يقول بالقياس، ومن من قال لا هذه خاصة بالجماع فقط، أما من أفطر عمدا بأكل أو شرب فهذا عليه فقط قضاء يوم واحد ثم يندم ويتوب ويستغفر مولاه جل جلاله. هذه أيها الأحباب الكرام بعض الأحكام الخاصة بالمفطرين في رمضان، أحكام المفطرين في رمضان، وقد ذكرها علماء الفقه منذ زمان، لأن في المجتمع أي مجتمع لا يخلو من أصحاب الأعذار الشرعية، فربنا عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيام لياليه، ويرزقنا ختم القرآن مرات متعددات، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من عباده المتقين. أيها الأحبة الكرام، اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية لتلقي مكالماتكم والإجابة عن أسئلتكم، وأيضا الاستماع إلى همومكم ومشاكلكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.